قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا الكرام، جيناكم في فيديو وخبر جديد. معكم خوكم شرف الدين كالعادة. في هذا الفيديو يا خاوتي راح تسمعوا ما يقوله واحد المحلل عربي خاوتي حول كواليس وشرا في اتفاقية التعاون المشترك بين هذوك الخنزين الصهاينة والخنزين الآخرين اللي هما تاع النظام تاع المهلكة المخزنية، باش تزيدوا تتأكدوا خاوتي باللي أنه هذاك الاتفاق تاع الدفاع المشترك هدفه الوحيد والأوحد هو المساس بالجزائر والشعب الجزائري الذي لن ينحني ولم ينحني لصهاينة كما فعلوا وحد الشعوب. قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك ومرمدوا العياشة في التعليقات، ما تخليوا لهم والو، نخليكم على الفيديو. اليوم حدث ما كان متوقع وهو اتفاقية عسكرية استخباراتية بين الكيان والمملكة المغربية، وفي نفس الوقت البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية تقر له تعويضات مالية كبيرة جدا للحركة. الحركة هم الخونة من خانوا الثورة الجزائرية وقاتلوا وعملوا مع المستعمر الفرنسي بدل أن يدافعوا عن بلدهم. فرنسا طبعا متحالفة باريس، لابد أن نركز أنه ثم حلف واضح المعالم بين الرباط وباريس وتل أبيب محاصرة الجزائر والسعي لزعزعة أمن الجزائر وما الماك والتنظيم الانفصالي الذي يعيش صاحبه في فرنسا والذي سبق له هو استضافه الكيان واستضافه الكنيس الإسرائيلي ويتلقى دعم مغربي إلا أحد العلامات وليس حتى كل العلامات والمؤشرات لما يحدث. فعلا ما كنت أتوقع أن يصل المغرب إلى هذا إلى ما وصل إليه، ما كنت أتوقع، لأنه في النهاية هو شارك في حرب أكتوبر 1973 في الجبهة السورية وهو ليس بدولة مواجهة حتى يعمل يهرول بهذا الشكل التطبيع. لكن هذه ليس مسألة تطبيع، هذا تحالف عسكري استخباراتي وضد من؟ ضد الجزائر، يعني ضد الجزائر، وهذا هو الخطير في المسألة. سنأتي إلى التفاصيل. رغم أن قوى حية في المغرب ترفض ذلك، وثم مظاهرات اليوم الأربعاء في المغرب وتشكلت منظمة مكافحة التطبيع، لكن رغم كل شيء حدث ما حدث. للأسف الشديد أقول بمرارة، لأنني دافعت دائما على فكرة الحد الأدنى لهذا المغرب العربي الكبير، لهذه المنطقة المغاربية وهي امتداد للعقلانية الأندلسية. لكن طبعا ذهاب أو ارتماء المغرب في حضان الكيان الصهيوني يجعل الحديث عن نوع من المغرب العربي والتضامن نوع من العبث لا أكثر ولا أقل. كما عملت حلقة البارح، أنا أعتقد هذه الاتفاقية المستهدف منها هو الجزائر، لأن الجزائر عدو مشترك بين قوسين المغرب والكيان. الكيان نعم، لأن يعني الجزائر شاركت في حرب 67 واستنزاف 73، ولكن أيضا للأسف الشديد المغرب. ديما نجبد المغرب، فعلا أشعر بحزن شديد جدا. أنا ثم قوى حية في المغرب كما قلت لكم، عندي في كتبي عبد الله العروي ومحمد عبد الجابري وسالم يفوت سعيد بن سعيد وعبد الله بقزيز إلى آخره، ثم إنتاج فكري. لكن للأسف الشديد الارتماء في حضان الكيان الصهيوني ضد دولة جارة هي الجزائر، هذا شيء لن يوجد له أي تبرير، أي تبرير. يعني وزير الدفاع الكيان على صفحته موقع تويتر طبعاً يفتخر أكد على توقيع مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط اليوم 24 نوفمبر، هذا يوم ملعون. حتى تو مصر ما عملت اتفاقية كامب ديفيد، رغم مصر طبعا خذت كل حروب بكل ثقلها ضد الكيان الصهيوني، لكن تعرفوا مصر الآن مصر وقفت إلى جانب الجزائر لطرد إسرائيل من منظمة الاتحاد الأفريقي لأن أصبحت عضو دولة مراقبة، تم تجميد عضويتها. مصر تحركت مع للأسف شديد المغرب ضد مشاركة إسرائيل بين المغرب وإسرائيل. هذا كلام وزير الدفاع الكيان، وذلك بعد لقاء عبد اللطيف اللودبي الوزير المتدبل لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
تشمل الاتفاقية تعاونا في المجالات الأمنية والاستخباراتية، تقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة وفقا لما ذكره غانتس على تويتر. مش رمز زالات استخباراتية وأمنية ومناورات مشتركة. كما قلت دائما مستهدف هو القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، سوريا ولبنان والجزائر. والجزائر لا في محور المقاومة يعني، حتى ولم تعلن عن ذلك رسميا. وقال غانتس في مقطع فيديو نشر على حسابي على تويتر، غانتس هذا بتاع كيان على تويتر، هذه خطوة مهمة للغاية وستسمح لنا بتبادل الأفكار والدخول في مشاريع مشتركة وفتح الباب للصادرات الإسرائيلية للمغرب. مش يغرقوا السوق المغرب بالصادرات الإسرائيلية، والله يروا أي بلد عربي يطبع مع الكيان بربح منه شيء. الأردن ربحش حاجة، مصر ربحتش حاجة، في الأخير مصر فهمت أدركت حتى من نيمات مبارك تجبت في روحها شيئا فشيئا، لأنهم لم يربحوا أي شيء إلا تحطيم اقتصادهم بشتى السبل. بالنسبة للمغرب لم يصدر عنده إلى حد الآن، ونعد في الحلقة لأنني شفت في مواقع الإنترنت كثيرة وكالة الأنباء، لم يصدر عن المغرب أي تعليق رسمي إلى غاية اللحظة. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر وصفته بالمطلع أن مذكرة تفاهم دفاعية هذه لا تتضمن اتفاقية دفاعية محددة، لكنها تقدم إطار عمل قانوني وتنظيمي لعقد مثل تلك الاتفاقيات في المستقبل. طبعا تطبيع المغربي جاء مع الإمارات والبحرين والسودان، ومحمد بن زايد بتاع الإمارات مشى يقابل في أردوغان، وأردوغان عمل له السجن الأحمر ويستقبله. ونحن سوف نخصص حلقة كيف أن أردوغان استخدم ورقة إخوان المسلمين لما أصبحت ورقة خاسرة، كيف نكسر معه، لأنه أردوغان أطلسي الانتماء صهيوني الهوى، والله يبيعهم وعد واحد. طيب البارح وزير الدفاع الصهيوني غانتس قبيل إقلاع طائرته مطار بن غوريون في تل أبيب قال ننطلق بعد دقائق في رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير الدفاع صهيوني إسرائيلي إلى المغرب. وزارة الدفاع تعطينا موقف هذا وزير الدفاع على تويتر. الآن وزارة نفس إسرائيل، حكومة إسرائيل أعلنت أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات الدول العربية. يعني لا تعمل مع السادات، لا مع كام ديفيد، لا تعمل مع الأردن، لا، هذه نوعية اتفاقية تعاون عسكري واستخباراتي لم تحدث أبدا مع الكيان ولا دولة عربية قامت بمثل هذا الشيء، مما فيها كما قلت مصر السادات وكام ديفيد. وزارة الدفاع طول مشيت للاطلاع على الصحافة الإسرائيلية موجودة بالعربية وهوش تقول، وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت بيان تقول فيه أن مذكرة التفاهم الجديدة توفر إطارا صلبا يضفي طابع رسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين. العلاقات موجودة دفاعية لكن هو مش يعطيها طابع رسمي الآن، يعني خرجت من الصين إلى العالم، وتؤسس أساسا يدعم أي تعاون في المستقبل، حيث سيصبح بإمكان الجهات الدفاعية في كلا البلدين التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري. وذلك يعني بالله يحبوا فهمونا أخوان المغاربة، يعني المغرب سيساعد الكيان في قمع الفلسطينيين هكا، ويعطي تقارير استخباراتية عن زيارات فلسطينيين وتحركه، والعكس أن الكيان سيساعد المغرب ضد كل معلومات استخباراتية عنده ضد الجزائر. أنا أساعدك على الفلسطينيين وأنت تساعدني على الجزائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وشددت الوزارة على أن إبرام هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة في تعميق العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمملكة المغربية، اللتين تستفيدان بالفعل من زيادة التعاون الاقتصادي والسياحة الثنائية والعلاقات الشعبية الدافئة. لا، الشعبية ما نضمنكمش، أعرف الشعب المغربي ولا لا نضمنكم، حتى 1% من الشعب المغربي مش موافق على التطبيق،
العلاقات الشعبية أنسوا، مش ما تطقموا الفلسطينيين وتضربوا فيهم وتعذبوا فيهم وتقتلوا فيهم وشعوب عربية ولا مزيغية مش تهلكم طبعا لا. طيب شوفوا من الصحافة الإسرائيلية اش قالت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، زمن إسرائيل، شفتوا حتى عنوان الصحيفة تايمز اوف إسرائيل، عن مسؤول في وزارة الدفاع قال إشارته إلى أن الدولة العبرية تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع الأردن ومصر، لكن لم يتم إبرام أي مذكرات تفاهم دفاعية لها معهما، مما يجعل اتفاقية المبرمة في المغرب اليوم غير مسبوق. وهذا قلنا صحيح، الكيان عنده علاقات مع مصر والأردن، لكن ليس بمثل هذه النوعية وهذه الاتفاقية التي أبرمت مع البعض. يعني المغرب لوحده تجاوز الجميع وبأشواط كبيرة جدا، قالك غير مسبوق، فرح هو طبعا فرح. ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، تتيح الاتفاقية الجديدة تسهيل بيع أسلحة إسرائيلية للمغرب، بينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على مذكرة التفاهم المبرمة توضيحه أن هذه الوثيقة لا تتضمن أي اتفاقيات محددة. ولفت تايمز أوف إسرائيل إلى أن 3 ضباط إسرائيليين بزي عسكري كانوا ضمن الوفد المرافق لجانس، وهذه لأول مرة أيضا تتهز معها 3 من كبار ضباط من جيش إسرائيلي تسحب. ورجح تايمز أوف إسرائيل أن زيارة جانس إلى الرباط كانت بالنسبة للمغرب بمثابة مؤشر على قوة المملكة موجه إلى جارتها الجزائر. طبعا الصهاينة والإسرائيليين يعترفوا أن هذه الزيارة واستقبال هذا الحار من المغرب والاتفاقية موجهة ضد الجزائر، هذا طبعا كانش المغرب يكذب ذلك، علي أن يكذب ذلك إن كان العكس، على خلفية تصعيد التوترات بين الدولتين الأفريقيتين. لا حول ولا قوة، والله نقرأ في الخبر ومتبع فيه بحزن، لأني أعرف المغرب وإخوة المغاربة أكيد كثير منهم يتألم بشكل كبير جدا لما وصلنا إليه. يعني تختلف مع جارك أخيك، تختلف معاه، تغلق الحدود إلى آخره، لكن أنك تذهب إلى العدو التاريخي للأمة وترتمي في حضانه بهذا الشكل على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب دولة جارة لك، حتى ولو كانت العلاقات مقطوعة والحدود مغلقة، فذلك خطير جدا ويدعونني إلى حزن كبير جدا أيضا. طيب الآن نجو للجمعية الوطنية الفرنسية، والله هذا أثر فيها كثيرا هذا الموضوع، ما رأيكم أنتم؟ خليني نفس الشيء، رأي معزوفة وجوقة تعزف في نفس الوقت، كما قلنا تل أبيب الرباط باريس، نفس الشيء ماكرون بما أنه ينهار شعبيته للإليغارشية الفرنسية بس تتخلى عنه، ونذكره بالإهانة الكبيرة التي تلقاها بصفقة بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا، الصفعة التي تلقاها من أمريكا، وبالتالي انحدار شعبيته، فيحب الآن يعمل فيها بطل على الجزائر وعلى منطقة المغرب العربي. وثيقة للجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان كشفت أن باريس أنفقت ما مقداره 1,545,000,000 أورو على الإجراءات والتدابير المتخذة للحركي وعائلاته منذ استقلال الجزائر في 5 جويلية 1960، أي ما يعادل 24,700 مليار سنتيم بالعملة الوطنية الجزائرية. 342,000 مستفيد من وكفاءات فرنسية على الخيانة منذ الاستقلال. في هذا الوقت الحديث وهو والحركة وما الحركة، كما قلت هو استهداف أيضا الجزائر من قبل ماكرون، ولكن الجزائر تذكروا ردت بعنف عليه وغلقت أجواء العسكرية ضد الطيران الفرنسي وسحبت سفيرها للتشاور وطردت كثير من الشركات. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.